من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلِّم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ في كتاب سراج الطالبين للإمام العلامة السيد إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام الإمام الغزالي عليهم رحمة الله ورضوانه أجمعين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. كنا نتكلم في الأعضاء الخمس التي إذا سلك بها الإنسان الطريق إلى الله تعالى وأدبها وهذبها ورعاها يتحصل على حقيقة التقوى. وقلنا الأعضاء الخمس، أولا حاسة النظر وتكلمنا عليها بالعين، وأيضا حاسة الكلام، وحاسة الأذن، وحاسة اللسان، وختمنا بحاسة القلب، وما زلنا نتكلم في حاسة القلب وما يتربى وما يترتب على حفظها، وأنها من أهم الحواس التي يجب أن يصونها الإنسان لخمسة أشياء ذكرها الإنسان الإمام الغزالي، أنه يجب الاهتمام بحاسة بالقلب لأصول خمسة. يجب الاهتمام بالقلب لأصول خمسة تميز بها عن غيره من القلوب، عن غيره من الأعضاء. أولا، أن الرب مطلع على القلب، على قلب العبد. وثاني شيء هو محل نظر الله تعالى. وثالث شيء أن القلب ملك مطاع، فالأعضاء تطيعه. ورابع شيء أنه خزانة كل جوهر للعبد، كل جوهر للعبد نفيس، وكل معنى خطير. وخامس شيء ذكرناه أنه له خمسة أشياء ليست موجودة في غيره من الأعضاء. أحدها
أن العدو قاصد إليه وهو إبليس، والثاني أن الشغل له أكثر، العمل في القلب أكثر من بقية الجوارح، العقل والهوى وكلاهما والشيطان والدنيا متسلطين عليه. ثالث شيء أن العوارض له أكثر من الخواطر التي تترى عليه ليل نهار. مجرد ما يستيقظ الإنسان تبتدي الخواطر، لا تنتهي إلا عندما يذهب في النوم. والرابع أن علاجه عسير، علاج القلب عسير. والخامس أن الآفات إليه أسرع وهو إلى الانقلاب أقرب، فلقد قيل إن القلب أسرع انقلابا من القدر في غليانها. ووقفنا أنه أتى بعد ذلك سائل للإمام الغزالي فقال له: فإن قيل إن أمر هذا القلب لمهم جدا فأخبرنا عن المعاني التي تصلحه وعن الآفات التي تعترضه فتفسده وكيفية علاجها في كتاب أسرار معاملات الدين. وعن الآفات التي تعترضه فتفسده عسى أن نوفق للاجتهاد في العمل بذلك. يقال له: اعلم أن تفصيل هذه المعاني لطويل لا يحتمله هذا الكتاب، وإنما علماء الآخرة عنوا باستخراج ذلك وتصنيفه، فهذه في هذه النكتة لا غير، وقد ذكروا فيما يحتاج إليه من ذلك نحو من 90 خصلة محمودة وفي أضدادها المذمومة، ثم من الأفعال والمساعي الواجبة والمحذورة نحو ذلك في سائر تفاصيلها. ولعمري إن من أهمه أمر دينه، وانتبه من رغدة الغافلين ونظر لنفسه، فلا يكون تحصيل جميع ذلك والعمل به عليه كثيرا إذا وفقه الله تعالى، وهو أمر التوفيق. وقد ذكرنا نبذة منها في شرح عجائب القلب من كتاب إحياء علوم الدين، وأتينا على شرح جميعها بتفاصيلها وكيفية علاجها في كتاب أسرار معاملات الدين. وهو كتاب مستقل بنفسه عظيم الفائدة، ولا ينتفع به إلا فحول العلماء الراسخون في العلم. وموضوع هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدئ والمنتهي والقوي والضعيف اللي احنا شغالين فيه. فنظرنا في الأصول التي لا بد من ذكرها في علاج القلب، والحاجة إليها ماسة ولا غنية عنها البتة في شأن العبادة. فوجدناها 4 أمور هي مداحض العابدين وآفات المجتهدين، وهي فتن القلوب وبليات النفوس تعوق وتشين وتفسد وتتلف. حاضر. ماشي أحسن. النهاردة عندنا تدريب الراوي؟ نقرأ حتى لأن مش هنقدر نخلص ده كله اليوم. قال: فإن قيل إن أمر هذا القلب لمهم جدا فأخبرنا عن المعاني التي تصلحه وعن الآفات التي تعترضه، الأشياء المصلحة للقلب والآفات التي تعترضه فتفسده، عسى أن نوفق للاجتهاد في العمل بذلك. طيب، ده سؤال ورد للإمام الغزالي. قال: فإن قيل إن أمر هذا القلب لمهم جدا فأخبرنا عن المعاني التي تصلحه، أي تصلح القلب، وأخبرنا عن الآفات التي تعترضه فتفسده، أي تفسد الآفات هذا القلب، عسى أن نوفق بالبناء للمفعول، أي وفقني ربنا الكريم للاجتهاد في العمل بذلك، أي بتحصيل المصلحات وطرد المفسدات، أي بما تصلح القلب من المفسدات. يقال له: اعلم
أي يقال للقائل أي السائل الذي سأل عن أمر القلب. اعلم أن تفصيل هذه المعاني التي تصلح القلب لطويل لا يحتمله أي هذا التفصيل هذا الكتاب المختصر المسمى بالمنهاج اللي هو منهاج العابدين، وإنما علماء الآخرة عانوا أي قصدوا واهتموا باستخراج ذلك أي التفصيل بما ذكر وتصنيفه في هذه النكتة، وهو العمل بما يصلح القلب والتطهير من عن مفسداته كما قرره البعض لا غير هذه النكتة. وقد ذكروا أي علماؤنا فيما يحتاج إليه من ذلك أي المذكور من المعاني التي تصلح القلب والآفات التي تفسده نحوا أي مقدارا من 90 خصلة محمودة، وذكروا في أضدادها المذمومة، كل خصلة محمودة لها ضد مذموم، وقد يكون تتعدد ليس لها ضد واحد، قد تتعدد الأضداد، فمعظم الخصال أتت على حال الاعتدال الشرعي، كما قلنا مثلا الشجاعة هي بين الجبن وبين التهور، فقد يكون الخصال المفسدة أو الفاسدة مقابلة لخصلة واحدة صحيحة صالحة، ها الشجاعة مقابل لها ايه التهور نقيض ونقيض آخر الجبن، الكرم مقابل له البخل ومقابل له الإسراف، فكل خصلة محمودة لها قد يكون لها ضدين وقد يكون أكثر، ماشي؟ فهنا 90 خصلة محمودة كل واحدة لها ضدين على الأقل، خلاص. وكما ذكرنا ونكرر أن عندما نصل إلى بداية الخصلة المحمودة هو التوسط بين طرفي النقيض من الإسراف والتقتير، ها بنبتدي نعتلي فيها في الوسط بتاعها إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأحوال في الخصال المحمودة، بل هو عين الخصال المحمودة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فذكروا 90 خصلة محمودة، وقد ذكروا في أضدادها أي المذمومة، ثم من الأفعال والمسائل الواجبة والمحظورة أي المحرمة، الأفعال بقى ما يظهر على الجوارح نتيجة هذه الصفات القلبية المحمودة، فيظهر أثرها على الجوارح، حسن المعاملة، طيب الكلام، حسن العبودية لله تعالى، ما إلى ذلك. ينتج من آثار ما في القلب من الصفات المحمودة دي أو الصفات المذمومة أيضا ما ينتج على الجوارح من الأفعال. ثم من الأفعال والمسائل الواجبة والمحذورة أي المحرمة نحو ذلك أي 90، وفي نسخة وغير ذلك كالمكروهات والمندوبات في سائر تفاصيلها أي مع جميع تفاصيل الأضداد والأفعال. ولعمري في محيط المحيط العمر الدين ومنه لعمري في القسم أي لديني انتهى. وقد اعتاد العلماء هذه الكلمة ليس على سبيل القسم، وإنما ذكروها على سبيل يعني ما يجري على اللسان، ما قصدوش إلا أن الله تعالى أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمرك إنهم لفي لعمرك الآية إنهم لفي طغيانهم يعمهون، فأقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه العظيم صلى الله عليه وسلم، ونهينا عن القسم بغير الله تعالى، فكل ما يجري على اللسان من مثل ذلك بدون إرادة التعظيم القلبي فهو معفو عنه، ماشي؟ واحد يقول لك والنبي اعطيني كذا، ما قصدش ان هو يعظم الحلف بالنبي، ها يعظم الحلف بالنبي اعلى من التعظيم لله تعالى، انما هذا مما جرى على اللسان كقوله بأبيك، ها فهو حلف بالأب لأن الباء من باء القسم، خلاص، والقسم هو الحلف، فنقول بأبيك ما ليلك بليل سارق، بأبيك أهو قال، ها
فإيه كل هذا مما جرى على اللسان باعتبار لغة العرب، وليس مما مقصود به العقد اليميني بالقلب. فإذا قصد العقد عقد اليمين بالقلب آثم، لكن لما يقول له النبي اعطيني كذا والله لا تيجي، طب هذا كله مما إيه تجوز عنه ها في باعتبار ما جرى على اللسان وليس مقصود العقد اليميني بالقلب. ده صلاة جنازة هناك. قال ولعمري في محيط المحيط، وهو من كتب اللغة العمر الدين، ومنه لعمري في القسم أي لديني انتهى. وقال في فاضل الروم حلبي في حاشية المطول، وقال فاضل الروم حلبي في حاشية المطول قوله لعمري يمكن أن يحمل على حذف المضاف أي لواهب عمري، يعني لعمري ممكن يحمل على القسم بالله تعالى، فيصح في هذا الأمر ولو بالنية. وقال فاضل الروم حلبي في حاشية المطول قوله لعمري يمكن أن يحمل على حذف المضاف، ما المضاف؟ أي لواهب عمري، لواهب عمري. قوله لعمري يمكن أن يحمل على حذف المضاف، يعني في لفظ محذوف هنا، أي لواهب عمري الذي وهبني عمري أي الله، فيحمل على إيه؟ على الحلف بالله تعالى. وكذا أمثاله مما أقسم به، مما أقسم به لغير الله تعالى كقوله مما أقسم به لغير الله تعالى كقوله والشمس والليل، أي وخالق الشمس وخالق الليل، إلا أن العلماء ونظائره أي ورب الشمس إلى آخره. طيب، إلا أن العلماء قالوا علماء التوحيد أن الله له أن يقسم بما شاء، فيجوز أن يقسم المولى عز وجل بمخلوقاته كما أقسم بالشمس وأقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لكن هذا في حق، فنحن نهينا عن القسم بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته، خلاص ده المسلمين نهوا عن ذلك. أما إذا جرى ذلك على اللسانين فيكون من باب ما يجرى على اللسان، لكن الشيخ عايز أيضا يقدرها في حق الله تعالى أن الله تعالى يحلف بنفسه بذاته العلية المقدسة، فيقول أن كقوله والشمس والليل ونظائره. قال وكذا في أمثاله مما أقسم به لغير الله تعالى، إنه مش قسم بالله تعالى، كقوله تعالى والشمس والليل ونظائره أي ورب الشمس إلى آخره. لكن قلنا هذا محتمل، لكن الله تعالى عند علماء التوحيد يقولنا أنه يقسم بما شاء من مخلوقاته خلاص وذاته خلاص، فأقسم كثيرا بأشياء سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ويمكن أن يكون المراد بقولهم لعمري وأمثاله ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط، لأنه أقوى من سائر المؤكدات وأسلم من التأكيد بالقسم بالله تعالى لوجوب البر به، وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم حتى. طيب، قول آخر، ويمكن أن يكون المراد بقولهم لعمري وأمثاله ذكر صورة القسم لتأكيد المضمون، دي تبقى صورة قسم وليست قسم في الحقيقة، لأن اللغة العربية الاعتبار فيها بالألفاظ التي ينطقها الإنسان وتنبني عليها الأحكام خلاص، فما هو يأتي بصورة مخالفة للشرع بالقسم بغير الله تعالى ظاهره أنه قسم خلاص، ذكر صورة القسم أي وليس قسما حقيقة كما سيأتي في آخر العبارة، ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام حتى يؤكد مضمون الكلام الذي يذكره، وترويجه أي تنشيط الكلام ده في ذهن السامع فقط، أراد الذكر تأكيد مضمون الكلام وترويجه ولم يرد القسم، يبقى فقط هنا أخرجت
أنه أراد القسم بالله تعالى أو القسم بما أقسم به من المخلوقات، لأنه أقوى من سائر المؤكدات. هذه الصورة اللي هي صورة القسم الظاهرية التي لا يراد بها قسم في الحقيقة، لعمرك وما إلى ذلك، زي لعمري هنا كما الشيخ بيحلف بعمره الإمام الغزالي، خلاص ليس المقصود بها إلا تأكيد المضمون ها وترويجه، وليس مقصود بها القسم، لأنه أقوى من سائر المؤكدات. القسم حقيقة هو القسم على الله. ها؟ القسم حقيقة بمعنى القسم على الله. القسم بالله تعالى وصفاته وأسمائه ده قسم حقيقي، خلاص ينعقد ويجب عليه البر به، لكن بهذه الأشياء لا ينعقد، وليس قسم حقيقي بل هو صورة قسم. خلاص. قال ويمكن أن يكون المراد بقولهم لعمري وأمثاله ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط، أي ليس مرادا به القسم الحقيقي إنما الصورة بس في اللفظ، لأنه أقوى الصورة دي أقوى من سائر المؤكدات وأسلم من التأكيد بالقسم بالله تعالى لوجوب البر به، لأن ما يقول بالأشياء دي بيأكد الشيء بس، بيأكده أعلى درجات التأكيد، لكن مش زي القسم بالله تعالى. القسم بالله تعالى يترتب عليه ها وده أيضا الصورة دي أسلم من التأكيد بالقسم بالله تعالى، لأن لو أقسم بالله تعالى وجب عليه أن يبر بذلك القسم وأن يحقق، فإذا حنث فيه أثم ووجب عليه الكفارة. ماشي. وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به، ليس الغرض هنا اليمين الشرعي، خلاص لأنه ما عقدش قلبه، ده مما جرى على الألسنة كما قلنا في لغة العرب. وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم، حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته مكروه كما صرح به النووي في شرح مسلم، بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر إن كان باعتقاد أنه حلف يجب البر به، وحرام إن كان بدونه كما صرح به بعض الفقراء الفضلاء. نأتي لحكم القسم بغير الله تعالى. وليس الغرض بلا عمري ها اليمين الشرعي التي تنعقد وينبنى عليها الكفارة والحنث، وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم حتى يرد عليه، مش عايزين الإيراد ده، أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته مكروه كما صرح به النووي في شرح مسلم، أن الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته مما يجري على الألسنة برضو مكروه. ماشي. لإعمال النص، من كان حلفا فليحلف بالله أو لا تحلفوا بآبائكم، نصوص كثيرة نهت عن الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته، فإعمالا لهذه النص قلنا أن الحلف إذا لم يكن منعقد عليه القلب، والنبي لا تفعل كذا، لا عمري كذا، إذا كان مش منعقد في القلب يكره أيضا إعمالا للنصوص الشرعية الواردة عن السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده الرأي المعتمد عند الشافعية. خلاص. وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته مكروه كما صرح به النووي في شرح مسلم، بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر الحلف غير الله تعالى إن كان باعتقاد أنه حلف يجب البر به، ها؟ لأنه قال له الحلف غير الله تعالى لا يجب البر به ولا يحنث إذا خالف. ماشي. كفر إن اعتقد تعظيم هذا الشيء في عظمة الله تعالى أو أكثر، خلاص، لأن عظم شيء في تعظيم الله تعالى بقدر تعظيم الله تعالى فلا يجوز. خلاص. طيب. وحرام إن كان بدونه، أي إن كان بدون اعتقاد وجوب البر أو اعتقاد تعظيم هذا الشيء أعظم من الله تعالى وما إلى ذلك، كما صرح به بعض الفضلاء.
وذكر سورة القسم على الوجه المذكور اللي هي كلمة لعمري لا بأس به. ولذا شاع بين العلماء هذا ما ذكره الشيخ لا بأس به، أي ليس حراما ولا مكروها حتى، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح وأبيه. الله 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 الله، الرجل الذي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ضمام ابن ثعلبة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن رسولك أتى إلينا وقال أنه علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها، وبعدين قال وأن علينا 5 صلوات في الليل في اليوم والليلة، فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وأن علينا صيام شهر في السنة، فهل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وأن علي الحج وذكر الحج والزكاة، فقال لا إلا أن تطوع. فالرجل قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أفلح وأبيه، هي صيغة حلف، لأن الواو واو القسم هنا، ها، ودي رواية صحيحة وليست محرفة بل في صحيح مسلم. وأيضا من هناك من تأولها بأنها أفلح والله، لكن النسخ والسماع في الروايات أثبتت أنها أفلح وأبيه، وفي مسلم وصحيح، خلاص. فهذا كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح وأبيه، إن صدق، ها، فحلف بأبي الرجل، أي من باب ما جرى على الألسنة، من باب الكلام الذي لا يراد به مقصوده. ثكلتك أمك يعني فقدتك يعني مت، ها، تربت يمينك يعني اتفقرت لغاية لما يمينك اتلزقت بالأرض بالتراب، خلاص. هذه أشياء للتنبيه وليست أشياء مراد بها الحلف على حقيقته أو الكلام المراد المنطوق. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه؟ قال وقال عز من قائل لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا جرى على رسم اللغة وليس على مراد معاني الألفاظ. فهذا جرى على رسم اللغة، أي إن اللغة بتحمل ذلك على غير القسم المراد. وكذا إطلاق القسم على أمثاله، مثل إطلاق القسم على أمثاله. إذن القسم هو أقسام بالله وتالله ووالله، دي حروف القسم. فإذا سبق حرف يعني إيه؟ والشمس، واو القسم هنا، ماشي، والليل إذا يغشى، واو القسم، خلاص. فإذا كانت صيغة قسم وكانت بغير الله تعالى فالإنسان جرت على لسانها هكذا دون أن يقصد، فهذا من باب المباحات وليس من باب المحرمات ولا التي تكفر الإنسان. ولكن إن قصد بالقسم تعظيم غير الله تعالى يكفر، بس ما يكفرش كده على طول، احنا ما نكفرش حد على طول، انما نعلمه الاول. ده الرسول نهى والله تعالى نهى عن تقسيمه بغير ايه؟ بغير الله واسمائه وصفاته، فنعلمه الاول، مش بنكفر اي واحد يقول كلمه كده ونكفره، لا، نجيبه، لان الجهل كتير ومنتشر. نقول له لا، يا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قسم الا تقسموا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله، وانك ما تحلفش بالله. وبعدين لا يطلع لي على قلبي عشان اقول لا ده نوى بقلبه، انا مال انا مما جرى على الالسنه وجرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه، خلاص. طيب، قال ولعمري إن من أهمه أمر دينه وانتبه من رخدة الغافلين ونظر لنفسه فلا يكون تحصيل جميع ذلك والعمل به عليه كثيرا إذا وفقه الله تعالى. دي أهم حاجة، التوفيق من الله تعالى. إن من أهمه أي أحزنه وشغله أمر دينه وانتبه من رقدة الغافلين بفتح الراء، الرقدة بفتح الراء أي نومتهم. فالإنسان في طريقه إلى الله تعالى في الأول ممكن يكون غافل، أنه منشغل انشغالا تاما
عن الدين وعن الله تعالى وعن ما أمره الله تعالى، ده غفلة. والغفلة درجات، أكبرها هذا الغفلة عن الله تعالى، بل الغفلة عن دين الله تعالى بالكفر والعياذ بالله تعالى، ده أيضا نوع من الغفلة. فالكفار في غفلة عن دين الله تعالى. طب وبعدين واحد مؤمن لكن غافل ليل نهار، لا يذكر الله ولا يصلي ولا يقيم الشعائر، غفلة كبيرة، لكن مسلم. واحد تاني غافل انه بيأتي الفرائض فقط كده وماشي على الطرف، ناجي، لكن برضو في غفلة من حيث القرب من الله تعالى والترقي إلى الله تعالى. لكن بقى ما ابتدى يستيقظ ويواظب على الفرائض تماما، غفلته قلت، ابتدى يلتفت إلى الله تعالى ويحصل عنده حال اليقظة، هذا أنه ملتفت إلى الله تعالى ومراقب لله تعالى، ابتدت اليقظة تزيد إلى إيه، فتنتهي الغفلة عند اليقظة. وكذا طيب، من أهمه أي أحزنه وشغله أمر دينه وانتبه من رقدة الغافلين بفتح الراء أي نومتهم، ونظر أي تفكر لنفسه أي فيما يصلحها في الدارين، فلا يكون تحصيل جميع ذلك للتسعين خصلة أي ما يحتاج إليه من الصفات المذكورة مع أضدادها، ولا يكون العمل به أي بجميع ما يحمد من الصفات والاجتناب عما يذم منها، إنه العمل بجميع الصفات واجتناب كل المذموم، يكون لا يكون منها ذلك عليه أي على من أهمه أمر دينه كثيرا إذا وفقه الله تعالى. التوفيق هو المهم، فنسأل الله التوفيق والسلامة. وقالوا التوفيق شيء نادر، ولذلك لم يذكر في كتاب الله تعالى إلا مرة واحدة، وما توفيقي إلا بالله، فهو شيء نادر مطلوب، لكن نظرته تدل على عزته وإيه ورفعته. وقد ذكرنا نبذة أي قطعة كافية، وفي محيط المحيط ربما استعملت النبذ للقطعة من الشيء على حدة كالنبذة من الكتاب، لأن النبذ هو الترك خلاص بشدة. وفي محيط المحيط ربما استعملت النبذ للقطعة من الشيء على حدة أي مستقلة كالنبذة من الكتاب، منها أي من الصفات المحمودة والمذمومة في كتابنا شرح عجائب القلب من جملة كتاب إحياء علوم الدين. طيب الشيخ يتكلم الشارح عن مختصر ما في عجائب القلب من كتاب إحياء علوم الدين. الجزء عجائب القلب في كتاب إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين مقسم لأربعة أقسام: العبادات، المعاملات، عجائب القلب، المهلكات. عجائب القلب والمهلكات، وبعد كده الصفات المحمودة اللي هي ضد المهلكات دي. فالشيخ لخص كل ده اللي هو عجائب القلب، فقال الشيخ: وتلخيص ما في ذلك أن الإنسان اجتمع فيه أربعة أنواع من الأوصاف، خريطة الإنسان يعني، وهي الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية. أربعة يا حبيبي، السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية، أربعة. الشيخ أنا بقول أربعة وهو قال أربعة، جبتهم ثلاثة منين؟ حاضر. السبعية واحد، البهيمية اثنين، الشيطانية ثلاثة، الربانية أربعة. الإنسان عايز يبقى رب، فاهم أنت بتنفي ليه الربانية دي؟ هيجي أمثلها. ها؟ لا دول أربعة يا حبيبي. وكل ذلك مجموع في القلب، فيجتمع في الإنسان خنزير وكلب وشيطان وحكيم. ها؟ ينتج عن الصفة السبعية، لا عن صفة السبعية الكلب. السبعية اللي هي صفة الغضب يا حبيبي، أما نرى كلام الشيخ، السبعية صفة الغضب والشهوانية صفة الخنزير، فالكلب بيغضب، واضح؟ والشيطان ده حاجة تالتة خالص ملوش دعوة. ممكن تسكت؟ ف
فيجتمع في الإنسان خنزير وكلب وشيطان وحكيم. الحكيم اللي هي عايز يعمل نفسه رب ده، والخنزير اللي هي البهيمية، والكلب اللي هو السبعية، لأن الكلب السبع بيهجم على الأشياء. فالخنزير هو الشهوة، والكلب هو الغضب، والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع ويغري أحدهما بالآخر ويحسن لهما ما هما مجبولان عليه. والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح. فطاعة خنزير الشهوة يصدر عنها صفة الوقاحة والخبث، هيبتدي يكون عن كل صفة وما يصدر عنها من القبائح. تاني من الأول، وتلخيص ما في ذلك أن الإنسان اجتمع فيه أربعة أنواع من الأوصاف، وهذه الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية. هذه الصفات فطرت في أصل الإنسان على أقصى ما تكون، على أقصى ما تكون، إن الإنسان هذه الغرائز متمكنة فيه تمكنا شديدا، حتى قال بعضهم أنها لا يمكن أن تتغير ولا يمكن تهذبها. هذه الصفات الأربعة القبيحة دي، ودي أصل الصفات القبيحة اللي موجودة عند الإنسان. فوضعت هذه الصفات على صفة الكمال حتى تجدها في الطفل الصغير، كما ذكرنا ونكرر. جبت ولدين وأعطيت لكل ولد لعبة زي التانية بالظبط، هي نفس اللعبة، فتلاقي الولد ياخد اللعبة اللي في إيده اللي هي بقت ملكه ويرميها ويتطلع للي في إيد التانية ويصوت وعايز ياخد اللعبة اللي في إيد التاني. ليه؟ شهوة التملك إلى أقصى درجة، وهو لسه يدوب يعني يكاد يكون عقله ما نماش إلا عنده الشهوة دي متمكنة منه. فهي غرائز مفطورة في قلب الإنسان إلى أقصى درجة، وربنا فطرها في قلب الإنسان لحاجتين، أهم حاجتين من سبب فطرة تلك الغرائز على كمالها. أولا أن الإنسان يحافظ على نفسه، فلو لم تخلق الشهوة عنده للطعام ما أكل، وإذا ترك الأكل ولم يكن عنده شهوة الأكل هيموت. وإذا لم تخلق عنده شهوة الغضب إلى أقصى درجة مش هيدفع عن نفسه فيموت، تعتدي عليه الحيوان والإنسان وهكذا. خلاص. وهو الأمر الثاني خلقت فيه على الكمال للدفع عن نفسه والاستمرار الحياة، والحاجة الثانية حتى يقوم في الدنيا بتحصيل الكمال في تلك الصفات وردها إلى حد الاعتدال الشرعي. ودي صفات كلها قلبية حتى يأتي الله بقلب سليم. ماشي. يبقى المراد إلا من أتى الله بقلب سليم. وهي الصفات السبعية جاية من السبع اللي هو الكلب يعني، والبهيمية جاية من اللي هي منها الخنزير عنده شهوانية كتير، والشيطانية اللي جاية منها الوسوسة. خلاص. والربانية ويتطلع الإنسان لإيه؟ لصفات ربانية. خلاص. حتى قال فرعون عليه لعنة الله أنا ربكم الأعلى، إذن دي صفة كانت موجودة عنده. وكل ذلك مجموع في القلب، فيجتمع في الإنسان خنزير اللي هي البهيمية، وكلب وهي السبعية، وشيطان وهي الوسوسة، وحكيم وهي جاءت من الصفة الربانية الحكمة دي. فالخنزير هو الشهوة، والكلب هو الغضب، والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع، عايز الشهوة الشيطان أنها تنطلق إلى أقصى درجة والإنسان يبقى سبع متمكن من نفسه كده ما حدش يعارضه. خلاص. الشيطان بيلعب مع الاتنين بقى، يهيج دي على دي ودي على دي، يثير هذه على هذه وهذه على هذه. والشيطان لا يزال يهيج شهوة الخنزير وغيظ السبع ويغري أحدهما بالآخر ويحسن لهما ما هما مجبولان عليه. والحكيم في ألف ساقطة هنا، الحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره
بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته، ببصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح. الحكيم اللي هو بقى العقل، وهو وزير القلب، فالقلب هو الملك على المملكة دي كلها، على الجوارح والحواس الباطنة والحواس الظاهرة، ده الملك اللي هو القلب، والحكيم بتاعه اللي هو العقل، والاثنين الشهوتين مركبتين فيه. فالحكيم عليه انه ايه؟ يدفع كيد الشيطان في ايقاع، في الايقاع بين الشهوة والغضب. والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبيسه للقلب ببصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح بالإيمان. فطاعة خنزير الشهوة يصدر منها، هيبتدي يتكلم عن كل صفة من أساس الصفات دي اللي هي خنزير الشهوة، يصدر عنه إيه؟ يصدر عنه صفات قبيحة، منها صفة الوقاحة، انه يكون لسانه زلق وقح خلاص، والخبث اي يكون انسان خبيث مش طيب، والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسد والحقد والشماتة وغيرها من الاصفاف من الاوصاف الذميمة. طيب، فطاعة خنزير الشهوة، إن الشهوة ينتج عنها إذا أطلقناها هذه الصفات القبيحة، الوقاحة والخبث، بأنه ينظر إلى أن كل الناس خبثاء وهو خبيث النفس أيضا، فينظر إلى الناس إلى كنهم خبثاء، والتبذير خلاص من الشهوة، ده تبذير الشهوة تجعله يبذر، والشهوة تجعله أيضا يقتر على نفسه وعلى غيره، والرياء أنه يرائي حتى يصل إلى مراده، والهتك أي التمجن، والهتك والمجانة والعبث، والهتك بمعنى التخلع خلاص، والمجانة أنه إنسان ماجن ليس جادا، والعبث كثرة العبث وترك الحقائق والإيه والأمور المهمة، والحرص أنه يحرص على كل شيء، وده أكثر أسباب التي تعود على الإنسان بالضرر، والجشع والطمع في التحيز في الاحتياز على كل شيء، والملق بمعنى التملق للغير للوصول إلى مراده، خبيث خبيث فيتملق، عايز أصل لمرادي ولو كان مرادي قبيح فأتملق الناس، والحسد أنه هو ينظر إلى ما في أيدي الناس فترغبه القلب، فيرغبه القلب ويحبه فيريد تملكه وهو في أيدي الغير، ها فيحسده عليه بمعنى إزالة النعمة من عند الغير وإتيان تلك النعمة إليه، ها بمعنى زوال النعم عن الغير وإتيانها إليه، ده معنى الحسد. والحقد إذا ما زالتش النعمة وأتت إليه ينتقل الحسد إلى الحقد، وهو شدة الحسد مع الاستمرار. والشماتة إذا حصل للآخر نصيب مصيبة أو ذهبت عنه نعمة يشمت فيه، وغيرها من الأوصاف الذميمة، ودي أوصاف إيه؟ خنزير الشهوة. وطاعة قلب الغضب، وطاعة كلب الغضب تنتشر منها إلى القلب صفة التهور. الله، هذا بمعنى الطاعة المطلقة لكلب الغضب تنتشر منها إلى القلب صفة التهور، وهو الإقدام على أمور لا تنبغي، والبذالة أي التبذل يعني، والبذخ والصلف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها من الأوصاف الذميمة. قال: وطاعة كلب الغضب تنتشر منها إلى القلب صفة التهور. وطاعة إيه؟ كلب الغضب، نعم. ينتج من طاعة القلب لكلب الغضب، إيه اللي بينطق منه بقى؟ كلب الغضب،
فينتج منه الأشياء دي اللي هي الصفات دي. لو أنت أطلقت الغضب بتاعك شبه الغضب بالكلب، فإذا أطلقت مش كلب بيغضب كده وتلاقيه هوا طول النهار والليل، ومجرد ما تهش وتلاقيه صار عليك أكتر، فأكثر صفة في الكلب الغضب خلاص، وأكثر صفة في الخنزير الشهوة بتاعته، ليل نهار بيأكل وما إلى ذلك خلاص. وطاعة كلب الغضب تنتشر منها إلى القلب صفة التهوري، يكون متهور تلاقي الكلب كده إيه يهجم عليك بدون سبب، طب ما أنا ما جيتش جنبك خلاص، بل لو هشيته يكثر يزداد هجوما علي، يبقى متهور. والإقدام على أمور لا تنبغي، يفعل أشياء لا تنبغي أن يفعلها مش محتاج إليه. والبذالة والبذغ مثل الإسراف تمام. والصلف إنه يبقى عزيز النفس كده، التعزز صفة الصلف اللي هي صفة التعزز، محدش يعتلي علي يتعالى علي. والاستشاطة يغضب غضب شديد إذا هو أهين أو انتقص منه. والتكبر يظن أنه أفضل من غيره. والعجب إنه هو عنده الكمال. والاستهزاء التنقيص من الغير ويستهزئ بالغير. والاستخفاف يستخف بعباد الله تعالى. وتحقير الخلق وإرادة الشر. وشهوة الظلم، يبقى عنده شهوة أنه يظلم يظلم غيره، وغيرها من الأوصاف الذميمة. وطاعة الشيطان بطاعة الشهوة، وطاعة الشيطان إن أنا بطيع الشيطان إيه بتاعه بطاعة الشهوة والشهوة والغضب، إن أطلق لشهوتي وغضبي المجال على البحر كده لا أقيده، فده طاعة للشيطان خلاص. وطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب يحصل منها صفة المكر، الله الله الله، والخداع والحيلة والدهاء، أمور شيطانية كلها ها، ودي إلقاءات شيطانية أيضا. طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب يحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة والدهاء والجرأة والتلبيس والتضريب والغش والخب والخنا وأمثالها من الأوصاف الذميمة. الله الله الله. وطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب، لأن الشيطان بيطيع بإيه؟ بيسلط الشهوة على الغضب والغضب على الشهوة، والقلب يطيع الشيطان في هذا، فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة، الحيلة المحرمة، والدهاء والجرأة والتلبيس والتضريب مثل التلبيث، والغش والخب أي الخداع أيضا، الخب بمعنى الخداع، لست بالخب والخب لا يخدعني كما قال سيدنا عمر، الخب أي لست مخادعا، والخنا وأمثالها من الأوصاف الذميمة. ولو قهر الجميع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر في القلب من الصفة الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة ها الأمور. الصفة الربانية ها الصفة الربانية دي إما هيكون العقل وزير ناصح يبقى هيستخدم الأسلوب ده اللي هو الصفة الربانية دي، أو يكون وزير فاشل أو مضل أو متبع للشيطان أو للهوى أو للهوى أو الشهوة أو الغضب، فالوزير هنا أصلا يبقى غير ناصح، يبقى وزير غير أمين ها. فإذا كان الوزير ناصح بيبين هنا، ولو قهر أي القلب الجميع تحت سياسة الصفة الربانية اللي هي الصفة الموجودة في القلب الناتجة عن العقل السليم اللي هي اللطيفة الربانية المدركة العالمة المؤمنة اللي هي القلب اللي هي العقل خلاص اللي هي النفس السوية يعني أو الروح. ولو قهر أي القلب الجميع تحت سياسة الصفة الربانية لاستقر في القلب من الصفة الربانية، يبتدي يستقر إيه الصفات الحميدة المحمودة المطلوبة الجميلة، العلم والحكمة واليقين، وتنكشف له الإحاطة بحقائق الأشياء
ومعرفة الأمور على ما هي عليه، والاستيلاء على الكل بقوة العلم ونور البصيرة، واستحقاق التقدم على الخلق بكمال العلم وجلاله، ولو استغنى عن عبادة الشهوة والغضب، ولانتشر إليه من ضبط الخنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة تضاد تلك الصفات المذكورة مثل العفة والقناعة والهدوء والزهد. لا، ناخد حتة حتة. ولو قهر الجميع تحت سلطان العقل، ها، المؤمن اللي هو اللطيفة الربانية المدركة العالمة، ها، المؤمنة تحت سلطان، تحت سياسة الصفة الربانية، لاستقر في القلب من الصفة الربانية العلم والحكمة. وقلنا العلم هنا بين العلم والحكمة عموم وخصوص، وقلنا إن جمهور العلماء على تعريف الحكمة بأنها لب العلم، أساس العلم. علم من غير حكمة يبقى علم كده ممكن إيه يودي في داهية، لكن علم بحكمة هو ده المراد. واليقين، الإيمان بالله تعالى، الحقيقة الإيمان بالله تعالى، والإحاطة بحقائق الأشياء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاللي بيجاهد نفسه ربنا إيه بينير بصيرته فيرى حقائق الأشياء، أي على ما هي عليه عند الله تعالى، ومعرفة الأمور على ما هي عليه أي عند الله تعالى وليس على ظواهرها، والاستيلاء على الكل بقوة العلم. العلم يسيطر بقوته على كل الصفات الرديئة، والاستيلاء على الكل بقوة العلم ونور البصيرة، وعند ذلك يستحق استحقاق التقدم على الخلق بكمال العلم وجلاله، ولا استغنى عن عبادة الشهوة والغضب. في واحد من الأئمة الأكابر بتوع الصوفية قال إيه، طلع مرة على المنبر وقال إيه، إن تعبدون إلا كلبا أو خنزيرا، بيقول المسلمين كده، فثاروا عليه، قالوا نحن نعبد الله وما إلى ذلك. لكن هو أراد معنى عميق جدا موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبادة هي الطاعة. أنت لما تطيع خنزير الشهوة عندك تبقى بتعبده، أما تطيع كلب الغضب عندك تبقى بتعبده. طب ما دليل ذلك من السنة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس كلب الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخطيفة، تعس عبد الخميصة. خلاص، ونقف هنا ونكمل المرة القادمة. لو قهر الجميع تحت سلطان سياسة الربانية. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.